العديد من تلاميذ قرية شهيد طهير محمد المعروفة بالبويغلا الواقعة جنوب ولاية الجلفة على قطع المسافات الطويلة من أجل الالتحاق بمقاعدهم الدراسية. أولياء التلاميذ طالبوا على الأقل بتوفير النقل. التغطية لزكريا مدح ثانية. نعانوا منه رايحين وجايين، 45 جايين و 45 كذلك جايين، والنقل هذه نعانوا منها، مرات تحبسنا في الطريق، مرات كفاش. احنا نطالبوا من السلطات العليا ان تجيب لنا توفر لنا ليش. احنا تلاميذ البويغلا نطالب بثانويه او ملحق على الاقل، اذا ما عادش ملحق نقل مدرسي جديد. نقل مدرسي راه من 2012 اهل دركه في الشتاء في الجمعه الرابعه باه تلحق هنايا، وزيد لعد طفله ما يقريهاش، يقولك ما نطلقاش القطاره. اكثر من 200 تلميذ كامله هنا تقرا، وراك تشوفوا هذا الكار، هذه حابسه قدامكم، هذه مع وحده انا ما يكفوش، خاصه هذه فيها ديما فيها لومباج، يعني ما تلحقش الواد هذا تحبس بينا. واكثر حاجه نعانوا فيها هي ستوب، دائما نعانوا دائما ستوب. ثانويه ما كانش ملحق، ما كانش النقل المدرسي، ما كانش نهار تروح 10 قاعد في داركم. سبب عندنا من العام للعام نخسر تقريبا 50 تلميذ، يعني انفصال بسبب التبريرات، الإدارة ما كانش، معاناة كبيرة.